بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه. معشر الأخوات والإخوان مع حفظ الألقاب والصفات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بطبيعة الحال سعيد بالحضور افتتاح هذا المؤتمر والحضور والإشراف على أشغاله في بالنسبة لهذه الهيئة اللي هي هيئة موازية لحزب العدالة والتنمية كما قال هيئة المحامين، وهي ذات طابع استراتيجي عندها واحد أهمية كبيرة بالنسبة للعمل الحقوقي، بالنسبة للعمل السياسي، وبالنسبة لحزب العدالة والتنمية. كما قال السيد رئيس الهيئة، احنا هنا في واحد المؤتمر لتجديد حقيقة تجديد هيئة كلها أفت حقيقة تجديد الهيئة إلا بغي نقول تجديد هيئة المحامين تكون عندها دور أكبر في النضال السياسي وفي النضال الحقوقي، تكون عندها دور أكبر في الإصلاحات التي تباشرها بلادنا، يكون عندها دور أكبر في عمل الحزب أيضا. والمحامي لا شك أنه كان دائما في قلب التحولات التي شهدتها بلادنا منذ الاستقلال إلى اليوم، في قلب التطورات سواء كانت إصلاحات سياسية أو كانت إصلاحات قانونية وتشريعية أو كانت داخل الأحزاب السياسية. المحامي كان دائما عنده دور مركزي، ويجب أن نحافظ على هذا الدور المركزي ديال هذه المهنة اللي عندها أهمية كبيرة واللي هي مهنة شريفة. بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، قامت هيئة المحامون من أجل العدالة اللي كانت كتسمى واحد الوقت هيئة محامي حزب العدالة والتنمية بأدوار مهمة في مراحل متتالية من تاريخ الحزب المعاصر منذ قومته وتجديده مع الدكتور عبد الكريم الخطيب سنة 1996 إلى اليوم. كانوا دائما المحامين عندهم أدوار مهمة، وبطبيعة الحال عندنا المحامي المرموق أستاذ مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية منذ 1999 ولا 2002 تقريبا، لا حزب العدالة والتنمية من 96 تقريبا. وهكذا عدد من الإخوان المحامين. واحد الوقت كنا اتخذنا واحد القرار أن في جميع الكتابات الإقليمية والكتابات الكتابات الجهوية والكتابات الإقليمية تكون محاولة أن يكون محامي عضو هذه الكتابات المجالية، لأهمية وجوده لبث الوعي القانوني، الوعي الحقوقي، وإعطاء الأدوات للدفاع القانوني عن مشروع الحزب وعن عمل الحزب وعن مناضل الحزب، وتقديمه بالطريقة التي تنسجم مع التطورات الحقوقية والقانونية. وأنا كنظن بأنه خصنا نرجعوا لهذا القرار، على ما أظن خصنا نرجعوا له، خصنا نعود نفعله باش يكون التفاعل بين محامي الحزب مع العمل الذي يباشره الحزب ميدانيا عمليا نضاليا سياسيا يكون تفاعل قوي ومستمر. وأكون على يقين بأننا نحن عندنا واحد الرغبة في أن يكون للهيئة ولمحامي الحزب دور أكبر في العمل الحزبي، دور أكبر في مسيرة الحزب، إسناد الحزب، وفي النقاش الدائر داخل الحزب، وفي الأفق الذي يسير إليه الحزب. وحيثما كان هناك محامون في شي منطقة كنكونوا مطمئنين أكثر على أن الفعالية وخصوصا على المستوى الوعي الحقوقي والقانوني كتكون أكبر. وأيضا أريد أن أؤكد على القوة الاقتراحية التي ميزت هيئة محامون أجل العدالة في بعض الفترات التي عاشها الحزب، واللي كان محتاج فيها إلى قوة اقتراحية، إما في المراحل في اللي كان تكون فيها مناقشات في بعض مشاريع القوانين أو تعديل
قوانين موجودة، أو أثناء الحديث عن تعديلات الدستورية سنة 2011 أو غيرها، كان دائما محامي الحزب عندهم وجود في هذه النقاشات، وإن كانت لا تظهر دائما، ونحن نتمنى أنها في المستقبل تطور الدور ديال المحامي داخل حزب عدالة التنمية، ويتطور الدور ديال هيئة محامي من أجل العدالة في عمل الحزب ليكون تكون أكثر فاعلية وتكون أكثر إسنادا. وهذا إن شاء الله ما نتمنى، أن هذا الجمع العام يعطيه الانطلاقة، هذا الجمع العام يعطيه واحد الدفعة بإذن الله. بالنسبة لابد أن أقول واحد مجموعة الكلمات على الحكومة وعلى بعض المستجدات، ضروري نعطيه فيها شوية المعلومات. بطبيعة الحال احنا كنعتبروا، وكما قلت دائما، نحن أعضاء حزب عدالة والتنمية مثل ما يجب أن يكون عليه كل سياسي، هو مناضل، هو مناضل في كل في أي موقع يوجد فيه. احنا مواقع المسؤولية ليست مواقع باش يعني للاستغناء، وليست مواقع لممارسة السلطة، وإنما مواقع للعمل والنضال في سبيل تحقيق الأهداف التي احنا كنخدموا عليها داخل حزب عدالة والتنمية، واللي هي أهداف ديال مهتمة بشؤون المواطن وشؤون المواطنين. كيفاش نطوروا ونحسنوا وضعية المواطنين، كيفاش نحسنوا وضعية الوطن، كيفاش نحققوا الأهداف اللي وعدنا بها في الحملات الانتخابية المستمرة، هذا هو الهاجس ديالنا، وهذا الشيء علاش نشتغلوا. كنحققوا أمور، وبعض الأمور ما كنحققوهاش، وهذه هي الدنيا طبيعي، ولكن الحمد لله يمكن أن أقول بأن ما حققنا في هذه السنتين لهذه الحكومة مهم جدا. حققنا عدد من الأمور، من ناحية هناك طفرات تشريعية، هناك تشريعات كثيرة الحمد لله وقع فيها طفرة، كما قلت تعديلات قانونية مهمة. اليوم احنا البارح احتفلنا ب 8 مارس، فلذلك أنا دائما أنا أعتز بأن تكون هذه الحكومة هي التي أتت بمشروع قانون فيما يخص تعديل الوضعية ديال الأراضي السلالية، لا من حيث الوصاية عليها، لا من حيث المقتضيات الإدارية المرتبطة بها، أو عدد من المقتضيات الأخرى في مشاريع قوانين ثلاث صادق عليه مجلس الحكومة منذ ثلاث أسابيع تقريبا، وأدخلنا فيها لأول مرة استفادة المرأة السلالية مثل الرجل السلالي من هذه الأراضي السلالية، استفادة وملكية إلى الدرت الملكية أو استغلالا أو غيره. وهذه ثورة مهمة، طالما نادت بها الجمعيات الحقوقية، ونادى بها أيضا أحزاب السياسية في بلادنا، والحمد لله احنا جبناه بعد قرن من الزمان، لأن هذا التعديل ديال الظاهر ديال 1919 يتم سنة 2019، والظاهر صدر في أبريل 2019، نتمنوا هذه مشاريع القوانين تصدر في أبريل 2019، هذاك 1900 أبريل 1919 تصدر في أبريل 2019، وبذلك في قرن من الزمان استطعنا نجددوا هذه القوانين المرتبطة بهذه الأراضي السلالية وضعيتها، كيفية الاستفادة منها إلى آخره، بما يبعدنا عن مجرد التحاكم إلى الأعراف التي تتغير، والتي حتى طريقة إذا بغينا نقوله التصور ديالها كتختلف حتى من شخص إلى آخر، فكيف من منطقة إلى أخرى، من مجموعة إلى أخرى، من قبيلة إلى أخرى، غادي نوليو تانا عندنا واحد إطار قانوني اللي كيحدد أكثر عدد من الأمور المرتبطة بهذه الأراضي السلالية. وهناك عدد مهم من المشاريع من القوانين التي صدرت، أو من المشاريع القوانين اللي تصدر، واللي كتعطينا دفعة تشريعية في عدد من المستويات. اليوم راه كنناقشوا في مجلس الحكومة الذي سنصادق في يوم الخميس المقبل فيه على مشروع قانون الضمانات المنقولة، الذي يمكن أن يكون ثورة فيما يخص تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص. نخرج من منطقة الضمانات المنقولة فقط، العقارات إلى آخره، إلى أيضا ضمانات من نوع آخر هي المنقولة أيضا، وهذا شيء مهم أيضا. هو من مطالب عدد من المقاولات، وخصوصا الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، طالما طالبوا به غادي نحققوه إن شاء الله في هاد الأسابيع المقبلة بإذن الله، وسنحيل مشروع القانون في القريب جدا. هناك إذن
عدد من الإصلاحات مهمة. صحيح أن هذه الإصلاحات تأثير ديالها غادي يخصو واحد شوية الوقت، ولكن إن شاء الله سيكون له تأثير على وضعية المقاولات الصغرى المتوسطة، على وضعية المواطن، على وضعية الاقتصاد الوطني. شفت الجرائد اليوم كيهضروا، أو البارح واليوم كيهضروا على أن الدولة اتخذت قرار، الحكومة اتخذت قرار جميع المتأخرات ديال المقاولات والمؤسسات العمومية والشركات العمومية من الضريبة على القيمة المضافة تي في كلها في سنة وفي سنتين. السنة الماضية درنا 11 مليار، خرج منها تقريبا 7 مليار درهم. هذه السنة 50 مليار درهم اللي خرجت منها حد الساعة 35 مليار درهم عمليا خرجت. هي متأخرات تقريبا جت على الأقل من 15 سنة، وهذه المتأخرات كتجمع، وقررنا في هذه السنة أن ننهي هذا الملف. علاش؟ لأن هذه حقوق ديال هاد المقاولات أو الشركات أو المؤسسات العمومية، اللي هي أيضا إنما غادي تعطيها المقاولات اللي كتدير ليها الأشغال، وكيتسألوا فينا هي هاد فين مشات؟ أنا مشات فين؟ أنا باقية. طبيعي تحتاج إطلاق طلب عروض أو دراسة إطلاق مشاريع جديدة استثمارية لهذه المؤسسات، كيحتاج لشهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، يحتاج وراه خدامين. وحنا متبعين هذه القضية، لأن غيتحرك الاستثمار ديال المؤسسات العمومية، وما سيحرك إن شاء الله تعاملها مع المقاولات، سيحرك بالتالي تمويل الاقتصاد الوطني، وغادي يحرك العجلة بإذن الله. إذن هناك عدد من القرارات شجاعة حاولنا نتخذها ونخدموا فيها. طبعاً الحال أنا نشرت المسائل اللي كترتبط بعد مجالات اقتصادية، وإن كان المجال الاجتماعي حتى هو مهتم به، ويمكن أن أقول بأن الميزانية 2018 بداية 2019 هي ميزانية اجتماعية بامتياز، لأن ركزت ليس فقط على ما يسمى بالقطاعات ذات الطابع الاجتماعي من التعليم والصحة وغيرها، ولكن أيضا ركزت على البرامج الاجتماعية اللي كانت ودعمتها بقوة، وزدنا في الميزانية ديالها ورفعنا في الحكامة ديالنا، وحاولنا نجودها باش توصل الناس اللي كتعنيهم. طبعا الحال هذا الشيء يمكن ما يكفيش، نحن عارفين بأن الخصاص وخصوصا في بعض المناطق ولدى بعض الفئات كبير، ولكن نحن عندنا الإرادة باش نمشيو لقدام إن شاء الله، ونحاول ما أمكن نقلصوا هذا الخصاص إلى أقل ما يمكن، ونحتاج إلى أن يتعاون الجميع على مختلف هذه الأوراش، لأن اليد الواحدة لا تصفق، وبالتعاون يمكن إن شاء الله نتجاوزوا الاختلالات الموجودة على أرض الواقع، ونلبيوا التطلعات ديال المواطنات والمواطنين اللي هو المسؤولية ديالنا الأساسية هنا كحزب عدالة وتنمية، بل كأحزاب سياسية ديال الأغلبية. وبالمناسبة على الأغلبية نطمئن إلى أن غادي تبداو تسمعوا في الجرائد أو ينقسموها أو تدبزوها. الاختلاف طبيعي، نحن مختلفون في عدد من الأمور، وبعضنا يرد على بعض في بعض الأمور، ولكن في العمل الحكومي نحن لا يمكن أن نسمح باش يوقع فيه شرخ. الحمد لله احنا متفاهمين على أن العمل الحكومي يجب أن يزير بدرجة انسجام مقبولة أو جيدة، وفعلا تقريبا هذا الشيء اللي كاين، كنحاول ما أمكن نخدمه بهذه الطريقة المنسجمة في العمل الحكومي. والأمور الاختلافية بيننا كأحزاب سياسية كنحلها في الأطور السياسية الأخرى التي نحلها فيها. ولذلك لما درنا الاجتماع الأخير ديال مجلس هيئة قيادة الأغلبية اللي كاين عقد كل شهرين، بمعنى عقدناه في الوقت المناسب، ما كاين لا تأخر لا والو. بطبيعة الحال كل مرة كيتصور بعض الأقلام بأنه راه كاين تأخر وما قدوش تجمعوا، لا هذا غير صحيح نهائيا. أما فاش جا الوقت وحددنا الوقت المناسب باش نجتمعوا، اجتمعنا وناقشنا مختلف القضايا المطروحة علينا، وحاولنا نتخذوا فيها مواقف، وصدرنا بلاغ رسمي، واتفقنا في الخطوات اللي غادي نخطوها في بعض الملفات في المستقبل القريب ونسير. فبالنسبة للأغلبية نحن نسير بطريقة عادية جدا. على كل حال ربما أحسن من جميع الأغلبيات اللي تمت في هذه العقدين من الزمن، لأن شحال من زوابيع كتوقع في الأغلبيات في ظل جميع الحكومات السابقة، وهذه اللي فيها أقل زوابيع على كل حال إلى حد الساعة، ولا يلوح في الأفق أن هناك إشكالات كبيرة
بين أحزاب الأغلبية، الاختلافات اللي كاينة وهذه طبيعية ونحن نعتز بها، وداخل كل حزب هناك اختلاف وجهة النظر واختلاف المواقف كنعتز بها وكنحافظوا عليها. وأظن بأن المحامين داخل حزب التنمية بيقوموا أن يقوموا بدور كبير في إدكاء حرارة النقاش في الأمور السياسية والأمور اللي كتهم الحزب واللي كتهم المواطن واللي كتهم المغرب. أنتم يجب أن تكونوا في طليعة الذين يحركون هذا النقاش بطريقة علمية، بطريقة سياسية راقية، بأسلوب راقي، ولكن خصني يكون النقاش ساخن، لأن البرودة دي النقاش الجمود لا يفيد الحياة السياسية. لا يمكن أن نتقدم بدون أن تكون هناك نقاش ونمس العمق ديال الأشياء ونشوف الإشكالات الكبيرة اللي عندنا، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو حقوقية أو غيرها. نحن لا نخاف من أخطائنا ولا نخاف من واقعنا، نحلوه وننتقدوه كما يجب أن ننتقده، وليس هناك أي طابو عندنا. طبعا الحال إحنا كنتابعوا هاد الأيام القضية دي الأساتذة، إحنا كنسميهم أساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو أطور أكاديميات الجهوية الموظفي التربية والتكوين. تني إحنا بطبيعة الحال متابعين هذه القضية وهمومين بها، ونحن لا نريد أن تتضرر أي فئة من الفئات. وقد طالبت السيد وزير التربية الوطنية أمس بعد نقاش معمق في هذا الموضوع، باش يبدا حوار مع النقابة اليوم، وعيط عليهم، دعاهم، بغيتش نقول استدعاهم، دعاهم إلى جلسة حوار بحضور الأساتذة المعنيين أنفسهم، ولمناقشة كل ما يمكن أن نقوم به. نحن لا نخاف من أن نحل الإشكالات بالطريقة بالطريقة يعني الشفافة، وسنبذل كل جهدنا باش إلا كانت شي مطالب معقولة خص الاستجابة لها، إلا كانت شي أمور خصها تصحيح نصحوها، إلا كانت شي أمور خصها نزيدوا عليها بكل صراحة ووضوح. ونتمنى إن شاء الله هذا الحوار يخرج لنا بشي نتائج إيجابية لهذه الفئة ولأبنائنا وبناتنا اللي هم التلاميذ اللي كيدرسوا، لجمعية الآباء اللي بعضهم كيتصلوا بنا كيستفسروا كيفاش غادي نمشيو في هذه القضية وفي هذا الملف، وأيضا لأسرة التعليم كلها اللي كتستحق كل احترام وكل تقدير. النقطة الثانية اللي بغيت نشير لها كملف سياسي يتحدث عنه الجميع هو الحوار الاجتماعي. بطبيعة الحال احنا عيننا على الحوار الاجتماعي، مهتمين به وبغينا ننجحوه، والحكومة عندها كل إرادة باش ننجحوه. احنا متابعينه إن شاء الله غادي نوصلوا للنتائج في القريب، هذا ما نتمناه، ونطلبوا من جميع الأطراف وخصوصا النقابات المركزية النقابية يعني نستبدل مزيد من الجهد باش نوصلوا إلى نتائج إيجابية في القريب بإذن الله، باش يمكن نقعوا الاتفاق الذي حاولنا أن يعني نقعوه من قبل وما تيسرش. ولكن ماشي معناه أن ما تيسرش نقعوه هذه شهور معنى ذلك أن الحوار متوقف أو أن إرادة الحوار لدى الأطراف غير موجودة. لا، الحوار غير متوقف، ولكن احنا مستمرين فيه إلى أن نصل إلى الاتفاق. بمجرد ما غادي نوصل الاتفاق إن شاء الله غادي نعلنوه وغادي نعملوه على التوقيع ديالو، وحنا بغينا هذا الاتفاق نوصلوا له. في الحكومة عندنا الإرادة الكاملة لجميع مكونات الحكومة، جميع مكونات الحكومة. إذن هذا هو هذا غير إطلالة عامة. كنتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح، كنتمنى للسادة المحامين الحاضرين كل التوفيق في حياتهم المهنية والأسرية والحزبية والسياسية وغيرها. وكما كان المحامون دائما طليعة عملية الإصلاح السياسي، كما كان المحامون دائما طليعة الإصلاحات الحقوقية، يجب أن تبقوا أيضا أنتم في طليعة هذه النخب السياسية والحقوقية التي تعمل لمصلحة بلدها لرفعة الوطن إن شاء الله حالا ومستقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.